تطور جديد في قضية خلية الإخوان الإرهابية المضبوطة في الكويت بعد بيان مجلس الوزراء الكويتي الذي أشار إلى اعتراف المتهمين في خلية الإخوان بالقيام بعمليات إرهابية والإخلال بالأمن في أماكن مختلفة بمصر. المجلس أوضح أن التحقيقات مستمرة للكشف عمن يشتبه في تعاونهم مع الخلية التي تتبع تنظيم الإخوان، من الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري. من ناحية أخرى، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح عقب اجتماع للمجلس أن التحقيقات مع عناصر الخلية مستمرة، وذلك للتوصل إلى العناصر المتعاونة معهم ومعرفة من الذي آواهم، وليعلم كفلاؤهم في الكويت أنهم مطلوبون قضائيا أم لا. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت الجمعة الماضية عن ضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان، حيث أوضحت الوزارة في بيان لها أن الأجهزة الأمنية المختصة بوزارة الداخلية الكويتية قامت بضبط خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان قد صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً.